كيفك؟ شو الأخبار؟ رولا، بداية دائما بنعرف إنه الست لما بتولد كلي منيح واشربي منيح وما تسألي أبدا عن شو عم تاكلي، لأنه أنت عم تعطي حليب وأنت طلعتي من عملية كتير صعبة. لأي مدى هذا التقليد صحيح ومثمر للسيدة؟ هلا يعني بالنسبة لموضوع الرضاعة الطبيعية من بعد الولادة، هذا موضوع كتير مهم. نعم. وكتير مهم المرأة تكون عم تتغذى بشكل مناسب لهذا الشيء، بس ما في شيء اسمه فيك تاكلي اللي بدك إياه، ما في شيء اسمه ما تهتمي بالموضوع، لأن بآخر تنهار يعني المرأة اللي عم بتردع بتكون لنقول عم تحرق تقريبا 500 وحدة حرارية زيادة عن الشيء اللي بتحرقه إذا هي ما عم بتردع. نعم. بس بنفس الوقت إذا أكلت أكثر منهم رح يكون ممكن وزنها عم بيزيد. وكمان المهم مش بس الوحدات الحرارية، كمان مهم نوعية الأكل اللي هي عم تاخده، لأنه هي بحاجة لتغذية كتير عالية. نعم. بهيدي المرحلة، لأنه هي عم تعطي هالتغذية من جسمها للطفل. يعني جسمها هو اللي عم ياخد الكالسيوم من الجسم، من الأكل عم ياخد البروتينات، عم ياخد الدهون، كل الأشياء اللي هي عم بتكون هذا الحليب عم تاخده من جسمها. نعم. فلازم حتى تكون عم تاخد نوعية أكل صحية تتكون يعني ما عم ينقصها شيء. نعم. طيب يعني بما انه عم تحكي عن نظام صحي، في مواد غذائية صحية انت بتنصحي فيها لكل الام عم تسمعنا ولدت جديد، شو النظام الغذائي اللي لازم تتبعه؟ شو الاشياء اللي لازم تاكلها؟ هلا اذا المرأة اول ما ولدت عم بتردع، كثير مهم انه تكون عم تاخذ نظام غذائي متكامل، يعني ما تكون عم تشيل شيء 100% من غذائها، يعني ما تكون لا عم تقيم النشويات، لا عم تقيم الفواكه او الخضار، كل المكونات الاساسيه تبع النظام الغذائي اللي مثل ما قلنا هن النشويات الصحيه، البروتينات، حتى المراه اللي عم تردع بحاجه لكميه بروتينات اعلى، الحديد، الفواكه، الخضره، كل هالاشياء تكون عم تاخذها وما تمرق فترات طويله بلا اكل. يعني في بعض النساء من بعد الولادة بحسوا انه انا هلأ بدي اخسر الوزن كتير بسرعة، بصيروا بأف وجبات. نعم. فهيدا الشيء ما كتير مننصح فيه بمرحلة الرضاعة الطبيعية، وحتى اذا حدا ما عم بيردع، لانه بهالمرحلة اول ما المرأة بتولد ما بتكون حتى كتير عم بتنام. نعم. فالنوم كتير بيأثر على هرمونات الجوع والشبع، فبتصير بتجوع أكتر، بصير يجي عبالها إذا هي ما أكلت، بصير يجي عبالها السكريات، بصير يجي عبالها الدهون أكتر من الشخص العادي. فمشان هيك مسموح لإلها أنها تأكل السكريات والدهون برأيك ولا لا؟ هلا هو كل يعني كل شيء مسموح بكميات معينة. بس تكون الامور مفتوحه. نعم. بس تتصير بشكل كثير حيصير ياثر عليها هي سلبا، يعني هي اذا اخذت سكريات وهي ما عم بتنام كثير رح يطلع الطاقه اللي لها كثير، رح ترجع تنزل الطاقه اللي لها كثير بسرعه، فرح تحس حالها كثير تعبانه. ولكن اذا كانت عم تاخذ النشويات اللي هي بتطول بالجسم، ساعتها ممكن هيدا الشيء يكون عم بيساعدها تكون عندها طاقة، تكون قادرة تهتم بابنها، تكون قادرة تهتم بحالها. نعم. طيب شو هي المواد الغذائية اللي أنت بتنصحي إنه لازم تبعد عنها بشكل كبير حتى لو كان بكميات صغيرة؟ هلا هن بشكل عام هن السكريات والأشياء اللي المقلية. نعم. لأن هن اللي حيكونوا عم بيأثروا على طاقتها، عم بيأثروا على كمان بكميات كبيره اللي حيكونوا عم بياثروا على وزنها، حيكونوا عم ياخذوا الدهون. يعني انا عم بحكي هيك لانه الموضوع الاساسي هو الدهون حوالين البطن. أي. وهي المنطقه لانه كثير سيئه والام بيكون عندها هاجس انه تخلص. هلا الدهون على منطقه البطن ما خاصه باكل معينه. نعم. هي خاصه بنحن بشكل رضائي. عام النظام الغذائي كله قديش نحن عم ناخذ، وحتى خاصه بمواضيع ثانيه. يعني في شغله حابة أقولها للنساء اللي عم بتردع، أنه بس المرأة بتكون عم بتردع في هرمون اسمه الأوكسيتوسن، هو بينفرز بساعد الرحم يرجع يدب، بساعد البطن ترجع على حجمها الأساسي. نعم. وفي شغلة تانية كمان ممكن تأثر غير موضوع الأكل، هو أنه في عضلة معينة بعد الحمل مثل بتنخزق.
بنص البطن. نعم. هي هذه اللي بتأثر كثير على شكل البطن. يكون المرأة الحامل عم بتشوف فيزيكال ثيرابيست أو عم بتشوف مدرب رياضي يكون عم بساعدها بتمارين معينة. نعم. تترجع تبني هيدي العضلة وترجع تقويها أكثر تيضب بطنها على بعضه أكثر. فهذا نعم. موضوع كثير مهم وكثير من النساء الحوامل بتوقع فيه. نعم. يعني نقطتين مهمين أشرتي لهم هلأ. نقطة الرضاعة الطبيعية. نعم. هي من شأنها أنه ترجع تنزل وزن السيدة المرضعة. صح. وعندك نقطة تانية كمان حكيتي عنها أنه التمارين الرياضية. أنت بتنصحي بالتمارين الرياضية بعد الولادة مباشرة؟ هلأ بعد الولادة مباشرة بيكون الجسم أصلا تعبين وبيكون. نعم. إذا في جروح منا 100% طابت فبينصحوا بالعادة بعد 6 أسابيع من الولادة أنه نحن نبلش الرياضة، بس بالأخص للتمارين تبع المعدة لازم المرأة الحامل تشوف إذا هيدي العضلة اللي عندها انخزقت. نعم. عشان إذا انخزقت في تمارين للمعدة معينة هي ما فيها تعملها وفي تمارين تانية فيها تعملها. نعم. في موضوع كتير مهم عم نشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي. مشاهير بتحبل وبتولد وبظرف شهر ونص شهرين بتلاقيها بترجع لجسمها اللي كانت من قبل، جسمها قبل الحمل. هل يعني هناك نظام غذائي فعلا يستطيع أنه يرجع المرأة بهذه الفترة القصيرة والقياسية إلى وزنها ما قبل الحمل؟ هل هذا شيء صحي أم غير صحي؟ هلأ هو كل شخص غير. نعم. يعني نحن ما فينا نقارن، يعني كل شخص أول شيء نصح بالحمل وزن معين، وثاني شيء جسمه بيتفاعل مع الرضاعة أو بيتفاعل مع دايت معين بشكل مختلف، بس بهالسرعة بعد شهر أنه المرأة تكون عم ترجع لوزنها الأساسي، هذا الشيء ممكن تكون المرأة عم تعمل إشياء منا كتير صحية تتنزل. نعم. هالقد بسرعة، خصوصا إذا يعني المرأة عم بتردع ما بيسوى تكون عم تضعف هالقد بهالسرعة. نعم. نعم. يعني أفضل تكون عم تضعف شوي شوي تتكون عم تقدر تعطي هيدا التغذية لابنه. بس بنصح كل الأمات ما يكونوا عم بيقارنوا. نعم. لأن كل أم شيء. نعم. هو موضوع المقارنة هذا موضوع لازم يعني لحاله نفتحه، لأنه فعلا صارت اللي عم نشوفه على وسائل التواصل الاجتماعي صار بيعمل ضغط فعلا لكل شخص من رواد هذه المواقع. ولكن لنطمن كل أم أنه الطبيعي أنه يعني عبر مواقع التواصل الاجتماعي هيك كمان بتم الحديث انه 9 شهور لاخذت هذا الوزن هي بحاجه الى مثلهم تقريبا، بتسع شهور الى سنه لترجع لوزنها الطبيعي. هل هو هذا يعني الحيز الطبيعي لذلك؟ هيدا مثل المعدل. نعم. بس برجع بقول انه كل حدا جسمه شيء. نعم. بس هذا المعدل الطبيعي، وفي دراسة عملت على النساء المرضعات والنساء اللي ما بتردع، النساء اللي رضعت رجعت لوزنها من بعد سنة أسرع من النساء اللي ما رضعت. فهيدي مثل شيء بيشجع زيادة على الرضاعة الطبيعية. نعم. جميل. بدنا تحكي لنا عن نصائح للسيدات الحوامل وشو هي الحميات الغذائية اللي أنت بتنصحي باتباعها. يعني عم نسمع بالصيام المتقطع أنه مفيد جدا للمرأة المولدة يعني بعد بفترة من ولادتها، هل هذا الحكي أو الكلام صحيح؟ وشو النصائح اللي بتنصحها؟ هلا بالنسبة لفترة الحمل، إذا نصائح لفترة الحمل بقول للأم إنه هي ما عم تأكل عن شخصين. نعم. لأنه في كتير عالم بيقولوا إذا أنت حامل يعني عم تأكل عن شخصين، أول 3 أشهر بالحمل بتكون عم تحرق نفس الشيء مثل قبل. يعني ما زيد شيء. نعم. بعده ابنه حجمه مثل حبه الفاصوليا، يعني بعده ما عم ياخذ طاقه كثير منه. نعم. من بعد ال3 أشهر بتزيد تقريبا يعني بال300 وحده حراريه، واخر 3 اشهر بتزيد كمان 300 وحده حراريه، فمنا هالكميه الكثير كبيره اللي هي عم تكون عم تاخذها. ف ما يكون عندنا هيدي الفكره انه نحن عم ناكل عن شخصين، لا نحن عم ناخذ عن شخص وعم نزيد شوي، بس تكون المرأة عم بتركز على الاكل الصحي أكثر، يعني اللي مفيد لجسمها. الصيام المتقطع من بعد الحمل، الصيام المتقطع يعني حسب الدراسات بين أنه عملوا دراسة على مجموعتين، مجموعة عم تعمل صيام متقطع ومجموعة عم تاكل 3 وجبات، وهذا اثنيناتهم كانوا عم ياخذوا نفس الوحدات الحرارية، ما كان في فرق بالنتيجة. نعم. فمنها مضطرة الأم تعمل صيام متقطع تضعف. نعم. يعني تضعف
من دون صيام متقطع. نعم. اللي بقوله أنا وبرجع بقوله إنه كل حدا بيزبط معه شيء. نعم. يعني ممكن أم تكون تنبسط بالصيام المتقطع تحس إنه أنا مرتاحة على هذا النظام الغذائي أوكي بكمل فيه. في أم ممكن تعمل صيام متقطع تحس حالة محرومة. وأسوأ شيء نحن نحسه إذا نحن عم نعمل نظام غذائي هو الحرمان. لأنه الحرمان حيخلينا نفوت ب سايكل بدوامة هي حرمان نرجع ناكل نرجع بدي أشكرك. بدي أشكرك اختصاصية تغذية رولا غدار على هذه الفقرة.